حماصه مالك فيها الصبح؟ انا عايز اقدم استقالتي يا مدير. يا دوم الاسطوانه المشروخه بتاعك كل يوم بقى هو كده؟ يعني انت بتقول على استقالتي اسطوانه مشروخه؟ على فكره انا 100 شركه تتمنى استقالتي. عرفنا والله ان انت 100 شركه تتمنى استقالتك يا حماص. قول لي بقى يا عم، حصل ايه بقى على الصبح عشان تطلب استقالتك زي كل يوم؟ مفيش احترام لمكانه الاجتماعيه في الشركه، وانا لو سكت عشان خاطرك بس يا مدير. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ده هو انت بتحاسبن في وش يا مدير؟ يا ابني حرام عليك، وانا حاسبنت ولا جيت جنبك؟ يا ابني ارحمنا، انا عندي الضغط والسكر. قول لي يا عم حماصه حصل ايه؟ اسمع يا مدير، هم قالوا هنلم وهنجيب فطار، حلو كده؟ هم مين يا ابني؟ ما تتعبنيش حرام عليك. زمايلي في الشركة. حلو. قالوا لي هتاكل ابو الحمامس؟ قلت لهم 2 طعمية وواحد بطاطس وواحد فوق. قلت لهم عايز الفول بلدي والبطاطس والطعمية شامي. جميل. لا وكمان الرجل اللي بيجيبه منه بيدي مخلل مع السندوتش. تمام، فين المشكلة بقى يا عم حماصة؟ اولا يا مدير جابوا لي الفول شامي مش بلدي، والفول الشامي ده بيطرطش يا مدير. هو في فول بيطرطش يا حماصة؟ ماشي يا عم، طب قول لي بيطرطش ازاي؟ اللي هو اللي بتيجي تاكله من فوق يبص عليك من تحت. هو بقى كده؟ لا وكمان ما جابوليش مخلل مع السندوتشات يا مدير، وزعوا المخلل على بعضهم وقال ايه المخلل اللي حساب لوحده. وبعدين الشارع اللي وراه. يعني انت حماصة واجع قلب وجاي تقدم استقالتك عشان جابولك الفول شامي وما جابولك ترشي مخلل يا مدير؟ مش ترشي كمان؟ لا والله ما عندهم دم يا حماصة. على فكرة ده مش اول مرة يعملوا. وايه طلباتك يا حماصة؟ قول لي ايه اللي يرضيك. يا يجيبولي الاوردة زي ما انا عاوز، يا اما انا اللي مسؤول عن السندوتشات يا مدير. ماشي يا سيدي، وانا يا سيدي عينتك مسؤول السندوتشات في الشركة. شكرا على سكتك يا مدير. يلا بقى ابو الحمامس سيبك منهم وروح هات لنا انا وانت فطار. انت تؤمر يا مدير، اجيب لك ايه برنس اللالي؟ هات لي يا عم 2 فول و2 طعميه، الفول بلدي والطعميه شامي. عينيا يا مدير. بكام بقى حساب السندوتشات دي؟ ادي 4 سندوتشات، السندوتش في 15 يبقى 4 في 15 ب 60 بس يا مدير. 60 جنيه بس يا ابني؟ سندوتش اللي انت بتقول عليه ب 15 جنيه. الا وانت ما تعرفش ان الاسعار علت في البلد، ولا انت ما تعيش معانا في البلد دي؟ هو الدولار كان بكام والوقت بقى بكام؟ اقول لك ايه، ما انت ليك حق، ما انت قاعد هنا في التكييف ومش داري بحاجه. هو انت مفكر الكام لحلوح اللي انت بتديهم لنا دول بيعملوا حاجه؟ ده اللي يا دوب بيكفوا الاكل والشرب والمواصلات يا مدير. خلاص خلاص، الله يخرب بيت عقلك، روح هات السندوتشات. روح. عايز ترش معاهم؟ مش انت لسه قايل لي يا ابني ان هو بيجيب مخلل مع السندوتشات؟ لا وانا ما قلتلكش المخلل بحساب لوحده.